صحيح أنه الجولدن جلوبز مسيطرة على الأخبار هالأيام، بس هذا ما منع أن الصحافة الأمريكية ما انشغلت بمواضيع ثانية كمان مهمة. أكيد، فكريس جينر أمها لكندل جينر شاركت الجمهور فيديو لبنتها بدت فيه متوترة ومتلبكة، وعلى طول الناس قالوا أنه أكيد في شيء كتير كبير وشيء كتير ديب، وقالت لهم أنهم يستنوا يحضروا هذا الفيديو لأنها حتعلن عن موضوع كتير شخصي وقريب منها وصلها فترة كتير طويلة بتعاني منه. بس بالآخر طلع كلياته إعلان لشركة كريمات بتحارب حب الشباب، صارت كندل جينر الوجه الإعلاني تبعهم. ومنتذكر من قبل سنة وقت حفل الجولدن جلوبز راحت يعني على ريد كاربت كندل جينر، كل المصورين صوروها ونزلوا كلوز أبس لوجهها بين فيها الأكني على وجهها، ومن وقتها يعني صاروا كل العالم عم بينتقدوها.